القبض على السيد المسيح تم في منتصف الليل، ولأن مفيش تهمة محددة، مفيش جريمة محددة يقدروا يتهموا بها السيد المسيح اللي خدمهم، اللي عمل معجزات، اللي علمهم تعاليم كتيرة، اللي تقابل ويا شخصيات كتيرة منهم سواء فرادة أو مجموعات، فابتدوا يحطوا العقاب ويفصلوا له المحاكمات عشان تمشي مع العقاب اللي قالوا إن مفروض إن واحد يموت، وقرروا إنه يموت قبل ما يحددوا التهم. إيه التهم؟ التهم وجدناه يفسد أمتنا ضد الرومان. تهمة تانية أنه منعنا من إعطاء الجزية لقيصر. تهمة تالتة أنه ادعى أنه ملك، المسيح الملك، وليس لنا ملك إلا قيصر. ففصلوا له تهم دينية وفصلوا له تهم مدنية، وكانت النتيجة أنه يقدم للصليب بهذه التهم الكاذبة والباطلة.